دلوقتي ابو رايه بيه وكمال ابنه دول استهتروا بينا قوي لدرجه انهم حرقوا بيتنا يا عمر. هتعملوا ايه يعني؟ ما انتوا عملتوا لهم محضر وما خدتوش حق ولا باطل. بالظبط كده، يبقى نلعبهم بنفس الطريقه اللي بيلعبونا بيها. يا نور قلت لك 100 مره قبل كده انا مش موافق على اللي انت هتعمله ده. هو في ايه يا عمر انت كمان؟ ما تستنى يمكن عنده فكره جهنميه ولا حاجه كده فظيعه ياخد حقه بيها. هي فعلا جهنميه، قول لهم الفكره الجهنميه. احنا هنفنجر عربيه ابو رايا. يا نهار اسود ومهبب، انت اتجننت ولا ايه يا نور؟ لا طبعا انا مش معاكم في الليله دي. بقول لكم ايه، انا هنزل هنا عشان لما المباحث حتى تيجي تحقق ما تقولش ان انا كنت معاكم. بقول لك ايه، خديني معاك يا مارن، دول هيودوا نفسهم في داهيه. هنودي نفسنا ايه؟ هو اللي هيودي نفسه في داهيه وانا بقول انا مش موافق على الجريمه دي، خصوصا ان الاعتداء على ممتلكات الغير يعتبر جريمه. ايش حال بقى لما تفنجر ممتلكات الغير؟ مش فاهم دي بقى هتتحسب ازاي. كفاياكوا جبن وسلبيه بقى، هنفضل ناخد على قفانا لحد امتى؟ انا راح افنجر عربيه كمال ابو ريا، اللي هيجي معايا يجي، اللي مش عايز يجي ما يجيش ويغور في 60 دقيقة. خلاص يا نور ايه، روح فنجر العربية، وانت اصلك فنجر قوي ما شاء الله. هتيجوا معايا؟ اه. طب عصبتوني ليه؟ معلش معلش. عصبتوني ليه؟ ما انا كنت ماشي كويس. خلاص هنفنجر العربية، هنفنجرها. يلا 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 نفنجرها. يلا.